توب تريندنج النهارده. معايا فنانه صعودها وتألقها في الوسط الفني بدا باغنيه بسبوسه مع الفنان اكرم حسني في مسلسل الوصيه. واحده واحده بدات الكاميرا تحبها وتعشقها لحد ما اصبحت واحده من الفنانات اللي ليهم بصمه متميزه في اي عمل. ضيفتنا الفنانه بسنت النبراوي. مساء الفل. مساء الفل. ازاي؟ الحمد لله. منورانا طبعا في توب تريند. ده نورك. اول حاجه عايزين نبداها كده، مين اللي اكتشف بسنت النبراوي؟ اللي اكتشفني استاذ نبيل عبد الحميد. فعلا؟ اه. هو احكي لنا الموقف. هو مدير اعمال اكرم حسني وصديقه. ولا حاجه، هو نبيل كان بيشوف الفيديوهات بتاعتي اللي انا بعملها فعجبته قوي، فكان وقتها كان لسه ايمن وطار بيكتب مسلسل الوصيه لرمضان، فلقيته بيكلمني يقول لي يا بسنت في دور في مسلسل، بس انا ما اعرفش اولا استاذ خالد الحلفاوي هيوافق عليكي ولا لا، ثانيا ما اعرفش الدور ايه. قلت له والله انا مستعده اطلع لو مشهد. ما عنديش مشكله خالص. واكرم برضو كان مرشحني لانه كان شاف الفيديوهات بتاعتي، فانا تخيلت مثلا ان لما شاف الفيديوهات انا هعمل بقى ايه، فيديو عن الشرقيه باللكنه دي او حاجه. لا، فلما رحت وقابلت استاذ خالد الحمد لله تمت الموافقه عليا وانا قاعده. وقتها عملنا بروبا والحمد لله، دي كانت يعني حاجه خبر كده بسطني قوي. طيب انا عارف ان انت اصلا مضيفه طيران، مظبوط؟ اه. سبتي الضيافه وبقيتي بتشتغلي في التمثيل ولا لسه لازلتي؟ لا، سبت خلاص. سبت طب يعني انت ليه للاسف يعني انت حابه التمثيل؟ ما انا حابه التمثيل بس حابه الطيران. الطيران ده برضو عشق كده بيجري في الدم، حياه تانية. بتحب السفر بقى ولا؟ طبعا سفر وفسح، وكل يوم عندك القدره ان انت تطلع من بلد لبلد، فاهم؟ من غير فيز حتى اوقات في بعض البلاد، فالحياه بتبقى سهله وحلوه، مع ان هي شغلانه مرهقه جدا طبعا، بس انا بحبها، بس عشان ظروف صحيه فاضطريت خلاص بقى ان انا ما اكملش. خلاص خليتي ركزتي في التمثيل. اه. انا كمان عارف ان انت في السوشيال ميديا بتطلعي تعملي افيهات كده بالشرقيه، بالطريقه الشرقيه. أيوة، باللهجه الشرقيه. اه. طب يعني ايه فكره موضوع اللهجه الشرقيه وليه اشمعنى يعني؟ انت اصلا من الشرقيه؟ انا من الزقازيق. اه. تمام. بص، هي الفكره ان ناس كتير اولا متخيلين الشرقيه او الزقازيق دي كهف مظلم لا فيه لا كهرباء ولا تعليم، وحاجه كده ايه من قوم اه من قوم فاتوا من 60 سنه. بلس ان الناس متخيله ان كلنا بنتكلم باللكنه دي وبيتريقوا عليها. رغم ان انا بحب اللكنه دي جدا، يعني مثلا كل يعني اسكندرانيه مثلا يقولوا ايوه، البورسعيديه ليهم طريقه معينه. اه، مش كل الفنانه دلال عبد العزيز رحمه الله عليها من الشرقيه. اه، الله يرحمها يا رب. فطبعا مش كل الناس ستيل في كل المحافظات بتتكلم كده، بس على الاقل لسه في ناس محتفظه باللكنه دي. فانا حابه اللكنه دي، فما كنتش حابه ان الناس تاخدها بطريقه او شايفينها حاجه مش حلوه، بالعكس هي لكنه حلوه جدا. فقررت ان انا اعمل الفيديوهات باللكنه دي عشان توصل للناس بشكل اخف وتنتشر اكتر تاني. بس حتى احنا الشرقيه عندنا مش كلنا كده. طب ما تقلدي لنا كده حاجه من اللي بتعمليها على السوشيال ميديا. لك انا دلوقتي امبارح رحت صبغت شعري وعملت بقى قصه جديده، جودة بقى الواحد ايه يعني يروج على حاله، عشان جالي قارن كده كنت شبه الذكر، مش كنت بعمل حاجه في روحي. جودة بقى ايه اتزوج واجي، واجت هنا عملت ميك اب واتزوجت عشان اطلع بقى للناس. احنا بنحترم طبعا اهل الشرقيه والزقازيق واهلنا كلهم في الشرقيه. الله يخليك. لما دخلت التمثيل حد اعترض من اهلك في الشرقيه؟ لا، مش يعني انا دايما بص اللي بسمح له يتدخل في حياتي قوي هو بابا وماما فقط. تمام. اكتر من الحدود دي بتبقى نصيحه، لكن تدخل ما بقبلش. فبابا وماما اعترضوا في الاول. بس مع الوقت بقى يعني والزن انت كان وجهه نظرهم ايه؟ اعترضهم على ايه؟ كانوا خايفين عليا. ما هي دي بالنسبه لهم حاجه مجهوله، هم ما يعرفوهاش، ما يعرفوش العالم ده ايه بالظبط. وكذلك ناس كتير ما تعرفش اليوم بيبقى ماشي ازاي في التصوير، الناس بتبقى عامله ازاي، واي اهل بيخافوا على بنتهم. اقنعتيهم ازاي؟ يعني انت اقنعتيهم بالموضوع ده؟ اكيد صعب ان هو تسيبي الطيران وتروحي كتير. التمثيل ده خطوه كبيره، اقنعتيهم ازاي بحاجه زي كده؟ لا، قعدت اتحايل بقى وعيط شويه وزن شويتين ثلاثه، انت عارف البنات بقى. نزقش بالزن. وقلت لمامتي طيب ما هو انت كده كده هتبقي معايا يعني لما اروح لوكيشن او حاجه او بابا. وبالفعل ماما كانت معايا لفتره طويله، كانت هي بتحضر معايا كل حاجه، ما بتسيبنيش. دلوقتي بقى هي تعبت، بلس ان هي خلاص بقى شافت الجو اليوم بيبقى ماشي ازاي، الناس عامله ازاي، فابتدت تطمن، فبقيت اروح لوحدي. طيب انت يعني مش شرقيه وباباك ومامتك كانوا معترضين على دخولك التمثيل. اه. احنا بنتكلم على حياتك الشخصيه دلوقتي. تمام. مش عايزك تتخضي خالص. براحتك خالص. ما اتجوزتيش ليه لغايه دلوقتي؟ لا، انا كنت متجوزه طيار زمان وانفصلنا، ما حصلش. دي معلومه جديده بقى ما حدش يعرفها. اه. كنت متجوزه طيار. انا كنت مضيفه طيران وهو كان طيار معايا في الشركه. وعندك اولاد؟ لا، ما عنديش اولاد، ربنا ما اردش.
طيب يعني انفصلتي امتى تقريبا؟ انفصلت 2013، من زمان قوي. ده من زمان. بس ما حصلش نصيب. بس انت لسه صغيره يعني مثلا. حلو حلو الموقف ده. طيب هتحكي لنا ايه اسباب انفصالك ولا؟ بص، اسباب انفصالي ان اي ولد وبنت في الدنيا حتى لو عارفين بعض قبل الجواز بفتره او كانوا اصدقاء او فتره الخطوبه طويله، المعيشه في بيت واحد بتختلف. انت بتكتشف طباع، ما انت بتشوف بقى بني ادم، شخصيات مختلفه غير لما تشوفه بره وقت الخروج. لا، انت شايفه وانت صاحي وانت نايم وبتاكلوا مع بعض، عايشين عيشه كامله، كل واحد وكل طرف فيكم مسؤول عن الطرف الاخر، فبتلاقي الحاجات مختلفة، صدمات بتحصل لحد ما الطرفين يتعودوا على بعض. أحيانا لو في تدخلات من الأهالي الدنيا بتبوظ، يعني لو كل زوج وزوجة قفلوا على نفسهم ومدخلوش الأهل الحياة ممكن تمشي، لكن وانس إن الأهل تدخلوا الحياة بتبوظ. دي حاجة. تاني حاجة إن المفروض أول زوجين يعني إيه ما يخلفوش في الأول، يستحملوا بس طباع بعض، يقربوا لبعض، يفهموا بعض، لأن كل واحد بيبقى طبعه مختلف وكل واحد بيفهم التاني بشكل غلط، لحد بيفضلوا يخبطوا ببعض فترة. طبعك عنيد؟ لا، أنا مش عنيدة، بس أنا بحب التقدير يعني، فاهم؟ ويعني أنت لو جيت ضايقتني وقلت لي معلش خلاص ما تزعليش، أو ابتسمت خلاص الموضوع انتهى، ما بعندش، بس ممكن إيه لا أتقمص لكرامتي لو أنت نفضت مثلا. فأنا شايفة إن أي اتنين في أول الجواز حاجات كتيره بتصدمهم، فبيضطروا للاسف يلجأوا للطلاق. طب انت لو ارتبطتي بحد وحبيتيه جدا وطلب منك قال لك سيب التمثيل، هتعملي كده؟ والله لو حبيته جدا لان يعني جت عليا فتره قلت لا مش هعمل كده وانا بحب التمثيل، بس جيت فكرت في الاخر احنا ربنا خلقنا عشان نعيش، زوجه للبيت ونخلف، وانا نفسي يبقى عندي بيبي يعني جدا. فانا لو لقيت الشخص ده يستاهل ان انا اسيب حلم حياتي ده، ساعتها ممكن افكر. ممكن. طيب نروح بقى للفن. يلا. تجربتك في النضاره البيضاء كانت حلوه قوي، احكي لنا. دي كان تاني تعاون بيني وبين الاستاذ عمرو محمود ياسين سيناريست، وكان تاني تعاون بيني وبين استاذ نصار المخرج. استاذ عمرو كنت تعاونت معاه في اللي ملوش كبير رمضان السنه اللي فاتت، استاذ عصام نصار تعاونت معاه في كان اعلان، فاستاذ عمرو اللي رشحني المره دي، واستاذ عصام برضو لان هم شافوا فيا الشر. للدرجه دي؟ للدرجه دي. في المسلسل اللي فات، فلما شافوا الشر ده قالوا لا هي بسنت اللي تنفع لدور المؤذي ده. حتى استاذ عمرو محمود ياسين قال لي انا بفكر بقى المره الجايه بقى اذا خدتك معايا في عمل اغير لك شويه ايه الشر ده. قلت له بعد ايه ده الناس كلها محدش طايقني يعني. بس ده نجاح على فكره يعني، انت لما تجسدي دور والجمهور يتفاعل معاه ويكرهك عشان انت شريره فده نجاح. الحمد لله. انا عايز اقول لك على حاجه، انا اتشتمت على السوشيال ميديا في المسلسلين بما يكفي. لا عادي شتيمة. ده انت حربايه، ده انت فيكي، ده انت انانيه. ده نجاح. الحمد لله. نجاح. هو صحيح الكلام اللي انا سمعته ده يا حاج؟ انت مساوي في مالك ما بين فخر وكرم؟ هل ده عدل ربنا؟ مساوي في ايه؟ في مالك. انت مال؟ ازاي تكلميني في موضوع زي ده؟ لا ده مالي ونص، ومال جوزي ابو عيالي عن قريب ان شاء الله. انت وجوزك قلات الادب، انا مش مصدق وداني. خلاص وشكوا بقى مكشوف لدرجه انكم بتجادلوني في توزيع مالي من عيالي بعد ما اموت. لا احنا ما بنجادلكش، احنا بس بنلفت نظرك. اولا بنحاكم في ماله وفي مظله، ثانيا لو كرم له مال زياده عندي انا هامنه واوديه له. لو انت مش شايف ان هو ليه حق اصلا يا حاج. بعد اذنك يا حاج انا لازم امشي بجد. استنى هنا تراخر، مش بتكلم في حقك يا حاج. انا مش عايز حاجه، وربنا يديمك وسطنا وفوق راسنا. طب كويس بقى يا اخويا، بس يا رب ان الكلام اللي بيتقال في وشنا يبقى زي اللي بيتقال في ظهرنا. طب قولي لي بقى، يعني انت في رساله معينه كنت عايزه توصليها في دورك في المسلسل؟ بص، عايزه اقول ان مش دايما تاخده بالمظاهر، مش دايما. إن في ناس للاسف بتشوف ان البني ادم اللي قدامها غلبان وطيب فما فيش منه مصلحه فتسيبه، او غلبان وضعيف فتيجي عليه. لا، طب ما هو شخصيه فخر في المسلسل اللي هو الفنان امير المصري كان شكله غلبان وطيب، وفوفه اللي هي انا كنت عايزه استقوى عليه، عايزه اخد حقه، في الاخر طلع ان هو اذكى، اعقل، اقوى. فما تاخدوش دايما بالمظاهر، لان انت ممكن تيجي على حد ضعيف في الاخر هو اقوى منك بس هو مش مبين ويقدر يؤذيك. بس في المسلسل مثلا هو ما اذناش، بس هو في الواقع وارد يؤذيك جدا. فليه يعني الناس تبقى مفتريه على بعض، فاهم؟ طيب مسلسل والهان، انا عارف ان انت بتصوري، خلصتوا تصويره لسه؟ مسلسل والهان
خلصته ولا لسه؟ اصل انا عارف في قصه غريبه كده، وكنت لسه حتى يعني الخميس اللي فات انا كنت بتكلم مع نجاتي على نفس الموقف، موضوع التعويذه والرعب. انتوا بتعملوا مسلسل رعب؟ رعب بس حصل في الحقيقه حاجه خوفتكم كلكم تقريبا وكان التصوير هيقف. احكي لنا الموقف. مبدئيا بصوا، انا المكان اللي احنا بنصور فيه الفيلا دي بقى لها حوالي 20 او 25 سنه مقفوله، مفيش بني ادم دخلها، معرفش جابوها منين. معرفش. بلس المكان اللي احنا بنصور فيه المنطقه كلها شبه مقطوعه، ضلمه جدا، يعني لو نور اتطفى انت مش هتشوف ايدك. في تقريبا ساكنها عفاريت مش بني ادمين. الفيلا دي يعني مبدئيا انت لو قعدت فيها حتى في اوضه كده جنبك ناس هي رعب لوحدها. اكتشفنا ان في اوضه مرسوم فيها رسومات على الحيطه، مش يعني حاجه كده فاهم، تحس ان حد رسمها. طب ده رسمها امتى؟ فين؟ تعويذ؟ تعويذ امتى؟ فين؟ جه منين؟ ما احنا اللي فاتحين الفيلا دي واحنا اللي بنصور، ما فيش بني ادم قبلنا دخلها اصلا، وهي باين من التراب اللي عليها وعنكبوت زي الافلام الرعب بقى بالظبط. فكلنا طبعا اترعبنا، بس كل واحد بقى بيحصن نفسه، اللي انا مثلا بقرا المعوذتين، ايه الكرسي، الكلام ده كله، وقاعدين متجمعين مع بعض. يعني حتى لما حد يروح التويلت، لا اتنين تلاته مع بعض يستنوا. ده للدرجات دي الموضوع كان قوي بجد. قوي قوي يعني قوي. يعني انا كنت قاعده اصلا مش مرتاحه وعماله. التصوير واقف ولا كملته؟ لا في حاجات يعني وقفنا شويه وبعدين رجعنا كملنا. بس طب اكتشفتوا الموضوع في الاخر ايه السبب؟ يعني عرفتوا اسباب؟ محدش عارف، انا لحد دلوقتي بصراحه ما اعرفش ايه السبب. وهي مش لاقيين لها تفسير. ما هو اصل محدش مننا او حد من فريق العمل عمل كده، هي احنا لقينا رسومات. وبعدين طبيعي معروف ان اي مكان مهجور لسنين، ما احنا معانا جن عايش معانا، فممكن يتسكن بالحاجات دي. الله اعلم. مؤمنه بوجود الجن؟ ربنا ذكره في القران يبقى موجود. ما اقدرش اقول مش موجود. مش موجود. ربنا مش بيوريه لنا بينا وبينه حجاب، بس طالما ذكر في القران يبقى موجود. احنا معانا مداخله مع الفنانه ريم احمد. يا ريم مساء الخير. زي النور. ازيك؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. اخبارك ايه؟ ازيك يا ريم؟ عامله ايه حبيبي؟ عامله ايه يا رب؟ الحمد لله حبيبتي، زي الفل والله. منور الدنيا. بنورك يا قلبي. كلمينا يا ريم على المسلسل، دورك فيه وعن تجربتك في المسلسل. والله بص، المسلسل انا لما قريت الورق اصلا، انا شخصيه اساسا بتخاف وما بحبش اتفرج اصلا على حاجه رعب. فانا لما قريت الشخصيه والمسلسل وشفت الشخصيه هي صحفيه وهي اصلا اللي بتروح وعلشان حبها قوي الصحفي وحبها لشغلها بتقرر انها تفتح الابواب المقفوله علشان توصل للطبق الصحفي اللي هي عايزه توصل له، ما بتبقاش عارفه بقى ايه اللي هي عملته على نفسها او ايه اللي فتحته لنفسها. يعني التجربه بالنسبه لك يعني حاسه ان هي جديده؟ طبعا تجربه جديده جدا، انا اول مره اشتغل في حاجه رعب. كنت خايفه اصلا من الفكره. الفتره اللي فاتت مسلسلات رعب كتيره ظهرت وافلام، وفجاه بقى في يعني موجوده على الساحه مسلسلات وافلام رعب. فده حمسني وفي نفس الوقت كان مخوفني، لان اكيد هيحصل مقارنات. بس الصراحه فريق العمل ما يعني ما قصرش في اي حاجه، اذا كان شركه الانتاج، اذا كان المخرج، اذا كان مدير التصوير، اذا كان الممثلين. يعني هو عامه يا ريم الرعب عامه في مصر تجربه في الدراما او في التمثيل، فهي فكره جديده يعني فتره بقالها قريبه. صح، بقالها فتره. هي فكره جديده بس فعلا والله العظيم مش هقول لك احنا تعبنا ازاي. اكيد حقيقي. كمان اللي بتحكيه بسالت دلوقتي من الموقف الحقيقي اللي حصل. يا ريم اصلا على الفيلا اللي كنا قاعدين فيها عامله ازاي، والمنطقه والرعب اللي كنا فيه؟ فيلا هو جدا وما فيهاش تاريخ من يومين. لا احكي لنا بقى الموقف اللي حصل معاكي، الرعب ده الحقيقي، التعويذه اللي كانت على الحيطه. في يوم مثلا فضل النور مقطوع عدد ساعات واحنا قاعدين بقى اهي، وبعدين وكلنا مشغلين الكشافات وقاعدين كلنا مع بعض عشان كلنا خايفين يعني اهي، وبعدين وبالليل طبعا. شكرا ريم الفنانه الجميله. ريم شكرا ليكي وبالتوفيق ان شاء الله ونجاح المسلسل باذن الله. يا رب امين. لا حياتي الشخصيه دي ليا المايو ده ما اقدرش، لان حتى لو انا لابس مايو بس انا بدخل عن طريق التلفزيون بيوت الناس، بيوت الناس ليها احترامها. توبي الى الله عز وجل واستري نفسك قبل فوات الاوان. هرفض اعمل اي دور ساخن حتى لو هاخد فيه ملايين الدنيا، صح ولا غلط؟ ساخن زي اغراءات وحاجات من دي كده برضو بوس يعني. مثلا بسنت
ايوه هنروح بقى الفقره كده. يلا مهمه قوي. ماشي. هي شويه تريكات يعني. هو احنا هسالك شويه اسئله. فاجئني. لا 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 مفيش حاجه. اسئله وهتقولي صح ولا غلط. تمام. يلا. أوكي؟ يلا نبدا. جاهزه؟ جاهزه. نبدا باول حاجه. انا هقول لك السؤال وانت هتقولي صح وغلط. ماشي. حاضر. اوكي. لو اتعرض عليا عمل فني بعض مشاهده بالمايوه هوافق اعمله. غلط. صح ولا غلط؟ لا غلط. هتتحاسبي على الكلام ده؟ غلط. ليه طيب؟ لا حياتي الشخصيه دي ليا. المايوه ده ما اقدرش، لان حتى لو انا لابس مايوه بس انا بدخل عن طريق التلفزيون بيوت الناس. بيوت الناس ليها احترامها، في ناس بتتقبل كده وناس ما بتتقبلش، فانا ما اقدرش اقتحم حد. ودايما احب يبقى عندي مبدا ان الصغير قبل الكبير يقدر يشوفني من غير ما يبقى في حاجه مضره او تضايق اسره الاطفال دي او الاسره نفسها، فما ينفعش. ولينا عاداتنا وتقاليدنا. رايك ده ممكن كتير من الفنانين يهاجموكي، لان في حاجه اسمها كل فنان متحفظ او يعني بيبقى دايما عنده فكر ان التمثيل ده حريه ابداع. انا ادام الدور اللي انا بقدمه هيفيد العمل فانا اعمله. ما هي ممكن اراء. تتهاجمي. هي اراء. مش الكلام. ما هي اراء. ما كل واحد حر في رايه. بس انت عمرنا ما هنتفق على قرارك. ان انت لو حد عرض عليكي عمل والعمل دون عمل كبير وهتاخدي فيه مشاهد كبيره جدا. وحصل بالفعل. حصل. بس ما كانش مايو، كان مسلسل وكان هيتعرض على احدى المنصات، وكان مطلوب مني ان انا البس بدله رقص. فهو مسلسل كوميدي، فقلت لهم لو بدله رقص اللي هي في بدل تبقى بدله بس بقى مقفلينها. ما عنديش مشكله. ايه المهم مقفله. قالوا لي لا بدله بدله. قلت لهم لا واعتذرت، وكان اجر كبير وكان مسلسل حلو يعني كبير. واعترضت. مبلغ كبير؟ مش كبير للدرجه، بس حتى لو مبلغ كبير ايا كان مش هينفع. مش هينفع. طبعا. واهلي وانا نفسي مش هوافق. يعني انت رافضه لاي ادوار اغراء؟ اه. ده اللي انا الا لو في اطار حاجه كوميدي بقى، كلام كوميدي هزار ما اعرفش ايه، اقول لك ماشي. لا. لا اغراء صريح. اغراء لا. لا طيب. لا لا. نروح للي بعده. يلا اللي بعده. مش متضايقه؟ لا انا معاك. تمام. هرفض اعمل اي دور ساخن حتى لو هاخد فيه ملايين الدنيا، صح ولا غلط؟ ساخن زي اغراءات وحاجات من دي كده برضو بوس يعني مثلا. صح هرفض برضو. هي كله يندرج تحت لا. نفس ال... لا هي لا. طيب لو هعرض عليا دور رقاص راقصه شعبيه في فيلم او عمل درامي هوافق وهروح اتعلم الرقص الشعبي مخصوص. والله انا بعرف ارقص، ما مش محتاجه اتعلم. تمام. يعني دي انت مش رافضاها؟ لا بس زي ما قلت لحضرتك لو هلبس بدله بتاع حاجه مقفله ماشي. ما عادي يعني. طيب نروح للي بعده. يلا. القبلات في الاعمال السينمائيه موضه قديمه وراحت لحالها والمجتمع ما بقاش يتقبلها. صح ولا غلط؟ صح. صح. دي كده. حقيقة. طيب. بعض الناس في مصر مش مستوعبة المعنى الحقيقي لحرية الإبداع في السينما المصرية أو الدراما. صح. في بعض الناس صح وأنا منهم، لأن زي ما قلت لك دلوقتي أنا في حاجات ما أحبش إنها تبقى موجودة. يعني ما أحبش يبقى فيه كوبلات، ما أحبش يبقى فيه إغراءات واضحة وصريحة. فصح. طب أنت مش شايفة إن ده ممكن يأثر عليكي في مستقبلك في السينما؟ والله هو كل حاجه بتبقى رزق ونصيب. شهرتك. يعني انا بلاقي اعمال كتيره جدا 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 كلها اعمال عاديه ما فيهاش الكلام ده، وحتى لو فيها الكلام ده وهيوقفني عن شغلي شويه اتوقف مش مشكله يعني. طيب نروح للي بعده. يلا. الست المصريه مظلومه مع جوزها ونص الرجاله ما بتفهمش دماغ ستها. اه. صح. اه قوي. احكي لنا بقى ليه. ليه احنا بنيجي بالحنيه بالمسايسه. رجاله كتير بيبقوا في المعامله حادين قوي كده، لا لا مفيش نقاش. لكن احنا غلايه بقى، احنا طيبين والله. بس مش كل الرجاله كده يعني. مش كله بس الاغلب. 22. الاغلب كده السيد في نفسه، فاهم؟ في اي حاجه في اي قرار. فبالعكس انت لو سيست الست، لو سمعتها كلمه حلوه، احنا بنيجي بالكلام الحلو جدا، بنيجي بالدلع. اي كلمه بسيطه انت شوف رد فعل الست عليها ايه، هتلاقي حياتك بقت زي الفل وبامبي يعني. هو الراجل اصلا قايم شايل هم الشغل ورايح يطلع عينه طول اليوم. ثانيه واحده، ما هي مش طلعان عينها مع الولاد ومع التمارين والطبيخ، وممكن تكون بتشتغل برضو فوق كل ده، وهو بيشتغل على عيني وعلى راسي، بس بيرجع يتفرج على ماتش، بينزل على القهوه. مين اللي بيحمي وياكل ومين بقى؟ تمام. ما تخليش اقلب عليك بقى. تمام. يلا السؤال اللي بعده. جواز البنت المصريه من راجل اجنبي تجربه عظيمه ولمستها من القصص اللي شفتها على السوشيال ميديا. صح. ولمستها مع واحدة صاحبتي. لا ده كذا حد. في واحدة صاحبتي جوزت حد تركي، وواحدة جوزت حد اسباني. لا بس اقولك على حاجة، لو هنقيسها بصح وغلط هي برضو ملهاش معيار قوي، لان كل مكان فيه الحلو وفيه الوحش. بس هي اللي انا شفتهم بصراحة تجربة كانت حلوة وناجحة قوي، مبسوطين الحمد لله. تمام. انا عن نفسي عنديش اعتراض اتجوز اجنبي فعلا.
لا. طب كل الاجانب بقى يكلموك بس انت؟ طيب اللي بعده، اكرم حسني هو له الفضل في ظهور واكتشاف بسنت النبراوي. صح مظبوط، صح، لان اكرم كمان كان مرشحني للمسلسل. صح، يعني هو كان ليه دور كبير في. طبعا. تقولي حاجه لاكرم؟ اقول له اكرم وحشتني قوي وعايزين نشتغل مع بعض تاني، وبجد مش هنسى ان انت من اول الناس اللي وقفوا جنبي وعلموني، وبجد انا بحبك قوي قوي قوي. يعني ايه الصفه اللي بتشهر اكرم؟ يعني ايه اكتر صفه الناس بتحبها في اكرم؟ دمه خفيف جدا جدا. فعلا جدا جدا. يعني سيبك بقى من اللي بيظهر على الشاشه ده، يعني هو على الشاشه غير الحقيقه كمان. على الحقيقه دمه اخف اكتر وعشري ويقعد يهزر ويضحك. دي مهمه جدا. قولي وانا معاك. طيب ثانيه واحده، افتحي معايا برضو الاسئله. حاضر، قول وانا معاك. اللي بعت لك كريم صادق، كريم. بس مستنيه ايه علشان تقبلي الفريند ريكويست بتاعي؟ والله يا كريم انا عشان عندي فريند ريكويست ببعت لك كتير، بلس ان انا عندي عدد اصدقاء كتير، فالفيسبوك نفسه دي ادارتهم هم بقى، والله مش بيقبلوا اكتر من عدد معين. عدد معين. اه تيسير من الله هي اسمها كده. تمام. في بطوله عن قريب، العاجل، هي مش مصريه غالبا، العاجل باذن الله. وليه الحلاوه ايه؟ وليه الحلاوه توقعي مني، يعني بيقول لك ان انت ليكي عمل. ايوه يا رب. انا هتعملي بطوله قريب. اوريدي والهان انا بطوله فيه، وان شاء الله في بطوله قريب داخله فيها باذن الله برضو. انت في حاجه في رمضان؟ لا رمضان لسه بقرا الورق، جالي الورق ولسه بقراه، لان كان في مسلسل معين يعني كده، بس لسه ما كملوش كتابته. لا تقدري تقولي لنا بطوله مين ولا؟ لا بلاش بلاش. برنسيس هبه، بتعملي ايه علشان شعرك يبقى حلو كده؟ بصي يا ستي، اولا هو لازم تقصيه كل 3 او 6 شهور بالاطراف. لا قولي لها هي بقى. مش ما انا بقول لها هي يعني. لازم، بصي اقول لك على حاجه، انا مش بعملها قوي يعني، انا مؤخرا بقيت بهتم ان انا اكل خضار شويه، بس زمان ما كنتش باكل، بس الخضار مهم قوي. باخد معاها بقى فيتامينز بصراحه، وبروح بقى باخد حقن ثيرابي في الشعر وكده، بس هي الحقن بتوجع شويه بس. طيب هنروح بقى ل علي حسين، بعت لك توبي الى الله عز وجل واستري نفسك قبل فوات الاوان. تمام. وانت رديتي عليه. ايوه صح في الكومنت. صح، صح. ليه رديتي عليه الاول؟ رديت لان انا بحترم قوي اللي ينتقد او يدي نصيحه بادب واحترام. المشكله ان في ناس، يعني بعض الجمهور شايف ان الفنان ده مباح ان انا اشتمه، ان انا اقول له الفاظ مش لطيفه، ان انا اتريق، ان انا اتنمر. فبحترم قوي اللي بيقول رايه او بينتقد بادب. هو انتقد بادب، هو بيدعي لي، هو ما قاليش حاجه وحشه بصراحه. فانا حتى قلت له دعواتك وربنا يهدينا جميعا. فانا دعواتك ليه بالظبط؟ كلنا لينا شيطان بيأثر علينا، وكلنا بنتمنى من ربنا ايه، نقاوم نفسنا ويهدينا. فهو لما اتكلم بادب دي حاجه انا احترمها. تقبلي النقد البناء؟ باحترام. باحترام. كل شخص من حقه ينتقد، بس في ناس شايفه حياه الفنان مباحه انه يقول اللي هو عايزه، وانت فنانه ما ترديش. لا انا اسفه لما يوصل انتقاد او بطريقه بكلام مش لطيف عليا او على اهلي، لا انا من حقي ارد عليك. تمام. سؤال كده خارج الاسئله دي، احنا خلصنا الاسئله هنروح على الفقره اللي بعديها. يلا. لو حد شتمك، شتمك شتيمه على السوشيال، هتردي ولا ما ترديش؟ تتجاهلي الرساله؟ بص، لا اوقات كنت بتجاهل كتير وامسح كومنت اصلا، وفي مره حد لا اضطريت ان انا ارد، لان كان الكلام مش لطيف بالمره. أوكي. وكان قوي جدا واضطريت ان انا ارد. طبعا ما ردتش بنفس الالفاظ السيئه دي، بس لا رديت اللي هو لا احفظ لسانك، او احفظي لسانك، اعرفي ان في بني ادم قدامك مش هتهنيها وتسكت لك. بالعكس، ده انا لقيت ان الفانز داخلين معايا خدوا لي حقي اصلا، بيردوا عليك. ردوا لان هي اهانت بطريقه مش محترمه تماما، واسلوب كله غل وحقد مش مبرر. امسكي موبايلك اهو، هروح للفقره المهمه. فين؟ اخر فقره معانا. ماشي. بعت لك 3 اسئله، افتحي موبايلك. على الواتساب. بعتهم لك على الواتساب. ماشي. بصي، عندك اختيارات، تختاري سؤال واحد فيهم وتجاوبي عليه، او تختاري الثلاثه. في فنانين كتير كانوا معانا في الحلقات اللي فاتت، اختاروا 3 اسئله وردوا عليهم. ماشي. فانت ليك حريه الاختيار، يا تختاري سؤال يا تقولي تجاوبي على كل الاسئله. ماشي، اختار 2. هتختاري 2، مش هتجاوبي على كله؟ هجاوب لك على كله. ماشي. ايوه. يلا بينا. أو اقري بقى السؤال. لو اتعرض عليك الدور اللي عملته الفنانه والنجمه منى زكي في مسلسل اصحاب ولا اعز، هتوافقي تعمليه؟ ايوه. لا اخاف. تخافي؟ اخاف. يعني هترفضي؟ هرفضه، مش هقدر اعمله. طب بعد ما تبقي نجمه كبيره، كلامه جريء، بيناقش حاجات حقيقيه. لما تبقي نجمه كبيره هتوافقي؟ لا لا برضه لا لا اخاف.
ولا خايفه من اهلك؟ من اهلي ومن الناس. وكلامه هو بيناقش قضيه مهمه، ان لو الستر اتشال عن الانسان هنشوف بلاوي، كلنا عيوب يعني. بس لا اخاف، هو جريء بزياده. بس أخاف. هو قضيه مهمه، انت بتقولي ان ده كلامك انها قضيه مهمه، ليه ما تعملوش؟ عشان يعني لو شلنا بعض الحاجات ممكن اوافق اعمله، لو شلنا بعض المشاهد. اه طب ودي السؤال الثاني، هل توافقي تشتركي في عمل فني بيناقش قضيه المثليه الجنسيه؟ هقول لك على حاجه، لو بيناقشها ان في الاخر بيديك عبره، ان دي حاجه ربنا بتهزلها عرش الرحمن وربنا رفضها ومنعها، او بتجيب امراض وبتجيب مشاكل وبتجيب سلوك غير سوي، لو هنناقشها في قضيه توضح مساوئها، لكن في المطلق كده لا، انا اسفه ما اقدرش، ما احبش. طب انت مش معترفه بالجنسيه المثليه؟ لا، اعترف بيها ازاي يعني؟ ضدها يعني؟ اه ضدها طبعا، ما ينفعش. حتى بص هقول لك على حاجه، هو في منهم والله اعلم، والله اعلم الدكاتره قالت ده بيبقى مرض، بيبقى هرمون زياده عن هرمون. دول انا ادعي لهم ربنا يهديهم ويشفيهم ويتعالجوا، بس احنا في العلن كده، وانا اتجوز صاحبتي وصاحبي اتجوز يعني ربنا خلقنا عشان نتكاثر، عشان ذكر وانثى، مش ذكر وذكر خالص. برافو. يلا اللي بعده. اذكري خناقه عملتيها على الطياره اثناء وظيفتك كمضيف جويه. ما بعيدش يا جيمي. بصراحه. خناقه، اللهم صل على سيدنا محمد، استنى افتكر لك من زمان. كان راكب، كنا المفروض ان احنا هنعمل تيك اوف، المفروض في التيك اوف دي لينا رولز كده، ان الراكب، فانا بمر بقى في خلاص عشان اشيك على الكابن عشان هنعمل تيك اوف، فمن فضلك اقفل اللابتوب واقفل كذا واقفل كذا، مفيش. رجعت تاني، فالمفروض ان الشاف بندي له حاجه اسمها كابن سكيور، بيبلغها للكابتن ان الكابينه تمام امان عشان نستعد للتيك اوف. يا استاذ طب على اذن حضرتك، طب ما احنا 10 دقايق وهنطير وهتقدر تفتحها تاني. لا، وراح ضربني بايده. عمل لك كده؟ لا، هو انا بقول له بعد اذنك كده، شبه ضربه جت في ايدي، كانت قويه جدا بصراحه. الكابتن يحترم ورئيس الطاقم يحترم، ما سابهوش الا لما اعتذرني، يعني لانه غلط في حقي وانا بادي وظيفتي، وانا ما طلبتش منك حاجه غريبه، انا بقول لك بعد اذنك عشان سلامتك وسلامتنا. رد فعلك ايه بقى؟ لا، انا في الحاله دي انا بلمت ودمي اتحرق، وجريت فورا على الشيف بتاعي بلغته لو سمحت الحقني، عشان هو اللي يتصرف بقى، الحقني حصل كذا كذا. بدوره راح للراكب ودخل للكابتن، والكابتن قال لا، لازم يعتذر لها، ولو هي ما قبلتش اعتذاره انا هاخد موقف، واعتذر لي وقبلت الاعتذار وخلاص. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه حبيبتي. اي حاجه تعوزها قولي يا عتاب هتلاقيني قدامك. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه الحمد لله. كلك نظر. نعم؟ كلك نظر. شكلك كده زي اكنك لمؤاخذه عايزه بقشيش تبس. هو في حد يقول للرزق لا؟ كل سنه وحضرتك طيب. هو فين السواق اللي هنا؟ بسنت النبراوي، شكرا جزيلا، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح. ونشوفك في بطولات ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي على الحلقه الحلوه دي. شكرا ليك. شكرا.